لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال ابن كثير رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس قال لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصر، يعني أسكنهم إياها. فلما استقر بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله، فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون، وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في الأرض. وقال كلم الله نبيكم تكليما واصطفاني لنفسه وأنزل علي محبة منه وآتاكم الله من كل ما سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة. فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل هم كذلك يا نبي الله، قد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى عليه السلام فقال إن الله يقول وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن على شط البحر رجلا هو أعلم منك. قال ابن عباس هو الخضر. فسأل موسى ربه أن يريه إياه، فأوحى إليه أن ائتي البحر فإنك تجد على شط البحر حوتا فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شط البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، هلك هنا معنى فقد، فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب. فلما طال سفر موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم ونصب فيه تعب فيه، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره لك. قال الفتى لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا، فأعجب ذلك موسى
فرجعا حتى أتى الصخرة فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، فجعل نبي الله يعجب من ذلك، حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي الخضر بها فسلم عليه، فقال الخضر أصاحبي بني إسرائيل، فسلم على الخضر، فقال الخضر وعليك السلام، وأنى يكون السلام بهذه الأرض ومن أنت؟ قال أنا موسى. فقال الخضر أصاحب بني إسرائيل؟ قال نعم. فرحب به وقال ما جاء بك؟ قال جئتك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يقول لا تطيق ذلك. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ولا أعصي لك أمرا. قال فانطلق به وقال له لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه، فذلك قوله حتى أحدث لك منه ذكرا. طبعا هي فيها تقديم وتأخير وبعض الألفاظ الغريبة، طبعا برضو إسنادها ضعيف مع كونها موقوف على ابن عباس، لكن العوفي ضعيف عن ابن عباس. لكن فيها التصريح بأنهم سكنوا مصر مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هناك وجه أنهم ظلوا ساكنين في سيناء فقط، والظهر أن بني إسرائيل انتشروا، منهم من كان مع موسى في سيناء ومنهم من سكن باقي أرض مصر ملوكا. الغريب في هذا الحديث أو النكارة فيه أن موسى رجع فوجد الحوت ما زال يعني ما زال يشق البحر. الحديث يقول وحيثما فقدت الحوت فثم، فلا بد أن يكون مفقودا، وأيضا أن موسى كان يشق له الماء بعصا، فهذا أيضا ليس واردا في الأحاديث الصحيحة، وأيضا أنه ولده على شاطئ البحر وليس في جزيرة، الثابت أنه ولده على شاطئ البحر عند مجمع البحرين. قال وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. يعني الظاهر المسألة دي كانت شغل السلف كثيرا. الحوار الأولاني كان مع مين؟ المخالفة الأولانية كانت معاه مين اللي اختلف مع سيدنا موسى؟ سيدنا موسى قال كذب عدو الله، ها؟ نوف البكالي اللي هو ايه ربي ربي الكعب ابن مراته ما شاء الله، ابن زوجة كعب الأحبار، ابن امرأة كعب الأحبار يعني من غيره. قلنا ده كان اللي هو كان بيقول أنه موسى ابن ميشا، بيقول ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى ابن ميشا، فقال ابن عباس كذب عدو الله، شد عليه جامد جدا عشان بيترك الأحاديث الصحيحة ويقبل الإسرائيليات. والمنازعة الثانية بين ابن عباس، وبعدين وذكر الأحاديث ابن عباس رضي الله عنه صريحة عن أبي بن كعب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى بني إسرائيل الحديث. وهنا المماراة كانت مع دي في البخاري مع الحر بن قيس ابن حصن. طبعا الحر بن قيس ده من فضلاء التابعين من أصحاب مجلس عمر، فما شدش ابن عباس عليه زي ما شد عليه على نوف، إنما خدوا معاه ووصلوا لأبي بن كعب، لأن واحد عنده علم مقدم في الحديث بيبحث فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم معه كما يتكلم مع من انشغل بالأخبار الإسرائيلية وترك الأحاديث الصحيحة. قال أنه تمارى هو الحر بن قيس ابن حصن الفزاري، اللي هو ابن أخو مين؟ عيينة ابن حصن الفزاري اللي هو كان عمه، فقال له يا ابن أخي إن لك منزلا عند هذا الأمير فأدخلني عليه. هو يعني ابن حصن ده أحد الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. المهم فأدخله الحر ابن قيس ابن حصن الفزاري، احنا قلنا عيينة ابن حصن، يعني عيينة وقيس دول ايه؟ اخوات. والحر عمه عيينة، فدخلوا عليه فقال ايه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، فانت مستأذن على واحد عشان تقول له ابن اخوك عشان يعمل كده؟ فهم عمر ان يقع به. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين، فما تجاوزها عمر حين تلاها عليه الحر. فالحر بن قيس له منزلة كبيرة، أن عمر رضي الله عنه بيسمع إيه؟ يعني بيسمع موعظته ويذكره ويقبل تذكيره، هو من أصحاب مجلس عمر من القراء. ف عشان نعرف طريقة الحوار تختلف من مع واحد من عن التاني. نوف البكالي قال كذب عدو الله، كذب نوفا، وهنا اختلف فقال ابن عباس هو خضر. الخلاف بين ابن عباس ونوف البكالي على ان موسى ده هو موسى بن ميشا ولا موسى بن اسرائيل، كان ابن عباس بيقول موسى بن اسرائيل. هنا الخلاف بقى كان مع الحر بن قيس ان صاحب موسى كان مين؟ كان الخضر ولا رجل وخلاص؟ فقال ابن عباس هو خضر. فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم مكان رجل أعلم منك أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. بهذا دليل أن هو راجع بدأ يتتبع أثر الحوت، يعني الحوت كان عمل سرب في البحر زي نفق عشان يرجعهم إلى المكان اللي فقدوه منه. يعني هم عند الصخرة الحوت حي، كان حوت مملح وبعدين حي فسار في البحر وجعل يمشي،
فسيدنا موسى لما بعد يوم وليلة أو جزء من بقية يومهما وليلتهما وصبيحة اليوم التالي إلى الغداء، تذكر فتى موسى أنه فقد الحوت عند الصخرة، فتتبع موسى الأثر، وكان من ضمن ما يعينه مسيرة الحوت اللي هو بقى نفق، اللي هو تيبس وأصبح صخرة بدل ما إيه ما هو مية بتتلم على بعضها، إلى أن ولد الصخرة والمكان. قال فوجد عبدنا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. ده صريح في أنه إيه في أنه هو كان الخضر. يبقى موسى بني إسرائيل، موسى بن عمران، والخضر عبد الله الذي آتاه من لدنه علمه. أيوة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عنه أبي بن كعب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطيه الخضر. احنا قلنا ان كان في رواية انه ايه يا رجل يعلم علم الغيب، فقلنا لا يصح هذا الاطلاق، والرواية ليست صحيحة، لان علم الغيب لا يحيط به الا الله عز وجل، ولكن اعلم الله الخضر اما عن طريق نبي أو كان الخضر نبيا ببعض أمور الغيب المستقبل، مثل أن هذا الولد الذي قتله الخضر، مثل أن هذا الغلام الذي قتله الخضر إذا كبر صار كافرا. وأما المسألتين الأخريين فمن الغيب النسبي الذي يمكن أن يطلع عليه غير الأنبياء. قال له موسى هل أتبعك، سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، هل أتبعك، تأذن، هل تأذن لي، تسمح لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تواضع موسى عليه السلام العظيم، و أنه لم يجد في نفسه حسدا على أن هناك من هو أعلم منه، ولم يجد غضاضة في أن يصحب من هو دونه في الفضل لأجل العلم الذي عنده، لأنه لا نزاع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، سواء قلنا الخضر نبي أو ولي أو توقفنا، فموسى أفضل بلا نزاع، ولكن كان الكلام على أن الخضر أعلم ببعض المسائل. لكن التلطف والتأدب مع العالم ولو كان المتعلم أفضل منه وأعلم منه بمسائل أخرى. قوله هل أتبعك، أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لكن التعليم ما كانش بأنه هيقعد يلقي عليه درسا، الصحبة كانت هي من أهم أسباب التعليم والتربية والإرشاد، ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، لأنهم ماذا صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدش يكتفي بس أن يقعد على النت ويسمع بس، الصحبة من أعظم أسباب المعايشة، أعظم أسباب التعلم النافع، إنه بيشوف مواقف معينة، المواقف دي بيتصرف فيها بطريقة معينة يتعلم من خلال ذلك. قال على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري، من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر لموسى
إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. هل يصلح أن يكون أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام يخالف شريعته؟ نقول لا يجوز اعتقاد ذلك أبدا، بل لو كان الخضر حيا، ولو كان موسى بن عمران حيا، ولو كان عيسى في الأرض، كلهم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول من اعتقد أن أحدا يصل إلى أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشريعة التي جاء بها كما كان الخضر مع موسى فهو كافر، يستحل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى جواز مخالفة الرسول. لماذا كفر؟ لأنه يسوغ لبعض الخلق مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى وما أتكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. روى ابن جرير عن ابن عباس قال سأل موسى ربه عز وجل فقال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال أي ربي أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى. يبتغي علم الناس إلى علمه، هو عنده علم، ما قلش كفاية علي ده أنا أعلم من كل واحد، عنده واحد في عنده مسألة أنا أخدها أجيبها معايا، أطلب ما عند الناس لأتعلمه إضافة إلى علمي، يمكن يسمع كلمة واحدة تهديه إلى إيه؟ إلى هدى، وما يكتفيش بالعلم اللي عنده، كل ما يعرف ان في حد اعلم منه يحاول ايه يضمه يتعلم منه. حاجه ما لا ها حاجه حاجه عظيمه جدا. قال الذي يبتغي علم الناس، يطلب علم الناس الى علمه، عسى ان يصيب كلمه تهديه الى هدى او ترده عن ردى. قال يا ربي فهل في ارضك احد اعلم مني؟ عشان يطبق بقى الكلام. قال نعم. قال فمن هو؟ قال الخضر. قال فأين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى إني أريد أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا يعني كأنه بيقول له مقدمة، يعني إن أنا هعمل حاجات غريبة عليك، يعني فأنت إيه مش هتستحمل، عشان يبقى عنده عزيمة أشد على الصحبة، وإن هو يلتزم بالشرط. قال فسار به،
قال فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال وبعث الله الخطاف فجعل طائر فجعل يستقي منه بمنقاره أو عصفور يعني. فقال لموسى كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء، نقص من البحر قديه؟ قال ما أقل ما رزأ، رزأ يعني نقص. قال يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، وظهر الاثنين، تحدث في نفسه وتكلم في ملأ من بني إسرائيل كما ثبت بذلك الروايات. قال فمن ثم أمر أن يأتي الخضر، وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.